كل سنة وانتم طيبين. و أنا كنت الحقيقة اليومين اللي فاتوا دول سمعت إشاعة إن أنا وعمرو يوسف ودرة وإنجي كنا الأستاذ هاني أسامة عازمنا على العشاء منتج مسلسل ظرف أسود، وأثناء العشاء درة تعالت على إنجي المقدم، فإنجي المقدم مرضيتش بكده فردت عليها فحصلت مشاحنة. فدي الإشاعة بتقول كده، الكلام ده ما حصلش خالص. أنا بتكلم هنا نيابة عن أسرة ظرف أسود ان هذا لم يحدث. اولا في رمضان في يا اما افطار يا اما سحور، مفيش عشاء. نمره اتنين، هاني وسامة المنتج المسلسل مش ممكن يعزمنا على العشاء في الوقت ده لان احنا ما عندناش وقت نتنفس عشان نروح نتعزم على العشاء. نمره تلاته، انا حتى شكيت فسالت انجي المقدم هو ده حصل؟ قالت لي انا مش عارف، الراجل ده خيال واسع قوي اللي عمل الخبر وكل الناس كانوا بيسالوها، والحقيقه لا دره فاضيه ولا انجي فاضيه وبيقفلوا المسلسلات ومفيش حاجه من كده حصلت خالص. بالمناسبه ديت اقدر اقول برضو يا ريت تتابعوا مسلسل ظرف اسود على قناتي تن واي ار تي حكايات، حيث يعرض المسلسل كاملا بدون اي حذف، ومش على قناه النيل للدراما لان الرقيب هناك بيمارس دور مش من حقه، بيحسب بالخمس دقائق وبال 11 دقيقه في حاجات لا تتعلق باي شيء، لا هي بالتابوهات المصرية المتعارف عليها زي الجنس ولا الدين أو السياسة، وبيمارس الحذف من نفسه. فأرجو متابعة مسلسل ظرف أسود على قناتي ار تي حكايات وقناة تن، وشكرا أحمد مدحت مخرج مسلسل ظرف أسود.